الخير ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من الليله سهرتنا. في كل مره كنتلاقاو كنستقبلوا ضيوف عزاز على قلوبكم، وحتى هما كيبادلوكم نفس المحبه، ومعاهم كنغنيو كنضحكوا ونفرحوا. خليكم معنا، راه الليله ليلتنا والسهره سهرتنا والليله سهرتنا. سهرتنا حلوة الليلة بوجودكم وبوجود ضيوفنا أيضا، فنانين من مختلف الأجيال والألوان. بغاو يحيوكم في الأول بطريقتهم الخاصة. غادي نستقبلوا بحرارة الفنان القدير محمود الإدريسي، نجمة الريف صابرينا، وملح الأغنية الشعبية طهور. ساعة سعيدة وساعة مباركة مسعودة اللي نورنا فيها الأستاذ القدير محمود الإدريسي تحت تصفيقاتكم. مرحبا بضيوفنا طهور وصابرينا، نورتوا بلاتو الليلة سهرتنا. مرحبا بيك، مرحبا بيك فنان والأستاذ محمود الإدريسي، مرحبا بيك بعنا. شكرا، نورتينا ونورتي البلاتو. ليلة مباركة مسعودة وساعة سعيدة كيف قلتوا. مرحبا بك طهور، مرحبا بكم صابرينا. قبل ما نبداو حديثنا كاين واحد الفنان غادي يلتحق بنا حتى هو، شنو غنقول لكم عليه؟ هو
جميل ولا بغينا نقولوا بالدارجه زوين شكلا ومضمونا. ها انتم غتشوفوا غتحكموا، كاين القمر وكاين هو الزبير هلال. السلام عليكم. مرحبا مرحبا مرحبا، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، البلاطو نور عندك اي طيح البلاطو. مرحبا بك الزبير. شكرا. في كامل الاناقه والشياكه. انا ما نكذبش عليكم، في الكواليس فاش شفتو قلت لي غادي تخطف مني الاضواء. لا 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 ياك شي شويه. مرحبا بك الزبير. ساعه سعيده هي باش افتتحنا سهرتنا الليله. عاودنا على القصه ديال هذه الاغنيه سي محمود. هذه الاغنيه هذه كنا انا والدكتور مصطفى بغداد الله يرحمه، هو اللي كتب الكلمات. كنا غاديين للسعيديه في واحد الليله من الليالي ديال سهرات الاقاليم اللي كانت قبل، وحنا غاديين تلاقينا انا وياه في لاكار، غادي نركبوا في التران وداك الشيء. هو جا عندي سلم عليا قال لي ساعه مبروكه. قلت ليه انا ساعه سعيده. قال لي والله الا عجيبه هذه. قلت له اودي راه المراكشيين كيقولوا ساعه مبروكه. ساعه مبروكه. في شي مرات كيأولوها الا كانت شي حاجه ماشي مزيانه كيقول لك واسيدي ساعه مبروكه، زعما نشوف حالك. الله يعاون. فهمتيني؟ هذه ساعه سعيده وغادي نبقاو انا وياك نصوبوا شي اغنيه في هذا الموضوع هذا. فعلا. كيتاكد هذا الشيء يا طاهور في مراكش كاين هذه القضيه ديال ساعه مبروكه. الحقيقه بغى يتفرق مع صاحبه تقول سيدي ساعه مبروكه هذه. ياك صافي الله يعاون. نقطه الرجوع الى السطر. وكانت هي من بين ماشي نقولوا اول الاغاني لانه كنتي لحنتي اغاني من قبل استاذ محمود. كان واحد الجو جميل جدا لانه دائما الملحن وصاحب الكلمات لما كيعيش واحد الجو جميل كيكتب والملحن كيعطي. لان الابداع كيكون ابداع من جويه بجوج. الابداع كيبغي شويه ديالها شويه ديال النشاط. بصح ماشي كما كيقولوا المعاناه. المعاناه شي مرات ما كتجيش مع الاشياء اللي هي فيها فرح. بصح وهذه الاغنيه هذه فيها فرح. بصح الحمد لله ودخلت عليا بالخير. بالخير والربح. وكانت كيف قلت من بين اول الاغاني اللي لحنتي يعني نقولوا بطريقه احترافيه. وكانت فيها الخير عليك. كانت لحنات كنظن في 84 فاش خرجات ياك. 83 83 قدي قدها. تبارك الله وهي مازال عايشه معنا. ابتسام اضافه لهذه الاغنيه، انا بحكم الاعراس بحكم المناسبات يعني ما كايناش شي عرس او في حفله ما كتغنيش فيها الاغنيه. صح انت طاهور معروف بالاغنيه الشعبيه ولكن في حفلاتك دائما ما كتقدم الاغنيه المغربيه العصريه. تمام. الاغنيه الطربيه وهي من بين الاغاني اللي كتقترح. هذه من بين الاغاني اللي تتغنى فيها زعما ساعه سعيده ما يمكنش ما تغناش في شي فرح. وكانت تتقالت في ليله راس العام سنه. أيوة سعيده سنه سعيده. بصح ساعه سعيده وسنه سعيده. صابرينا معروفة أنت من طبيعة الحال في الأغنية الريفية وهذه أول مرة تقدمي أغنية مغربية عصرية وخصوصا واحدة من أغاني الأستاذ محمود الإدريسي. كيف جاتك التجربة؟ تجربة جميلة طبعا وشرف لي أنني نكون مع الأستاذ محمود الإدريسي، هذا شرف كبير. وتا الأغنية ديال ساعة سعيدة يعني أنا من الطفولة ديالي. ما يمكنش كلنا عندنا معها ذكريات سبحان الله، ما يمكنش شي واحد ما يكونش عاش معها شي حاجة. أكيد أغنية من الطفولة وحنا كنسمعوا هذه الأغنية. بالنسبة لي أنا يعني أغنية جميلة جدا وما شاء الله. سي زبير ساعة سعيدة هذه. كيدايرين؟ الله يبارك فيك. كنتكلموا هكا شي شوية على يعني صابرينا مثلا أول مرة غادي تقدم وحدة من أغاني أستاذ محمود الإدريسي، طاهور يعني معروف بالأغنية الشعبية ولكن كيأدي ألوان أخرين، واش حتى أنت مع أن الفنان ينفتح على تجارب جديدة ولا كتآمن بالتخصص؟ كل واحد يدير داك الشيء اللي كيعرف ليه ويخلي الشيء الآخر. واخا أنا عندي فكرة شي شوية على الجواب ديالك ولكن كنسولك. أنا كنآمن بأنه زعما الفنان خاصو يكون كيدير بزاف ديال ليطاج، خاصو يكون متعدد المواهب بزاف ديال الحوايج وسيغتو خاصو يجرب بزاف الحوايج جداد. بحال دابا انا مثلا جيمري بيا انا ومن القدام نجرب لا كوميدي ميوزيكال، نجرب بزاف ديال الحوايج جداد ان شاء الله وبحوله. لا كوميدي ميوزيكال يلا. لا والله ما قلت حتى شي حاجه، علاش لا؟ عرفتي شنو؟ خمم مزيان في الموضوع، مازال غنرجعوا ليه في انتظار ما نرجعوا لهذا الموضوع. غادي نبقاو مع طاهور واغنيه شعبيه، تفضل. والعار عليك لا تخليني لا تخليك، والعار عليك لا تخليني
وحبيبي تنال عيوني شريك، وحبيبي تنال عيوني شريك، وابغيني نبغيك يا حبيبي ونولي ليك، نبغيك يا اللي عمري هديته ليك، نبغيك يا اللي عمري هديته ليك، معار عليك ما تخليني ما تخليك، وما نخليك معار عليك ما تخليني ما تخليك، وحبيبي تنال عيوني شريك، يا اللي عمري هديتو ليك، والعار عليك ما تخليني ما نخليك، والعار عليك ما تخليني ما نخليك، وحدي فيك تنال عيوني شريك، وحدي فيك تنال عيوني شريك، وبغيني نبغيك ويا الحبيب نولي إلي يا حبيبي بسر الوضاح، إلي يا حبيبي بسر الوضاح، ويا كان لك طبيب داوي الجراح، ويا كان لك طبيب داوي الجراح، ويا حبيبي خلي قلبي يرتاح، وابغيني نبغيك يا حبيبي ونولي ليك، نبغيك يا اللي عمري هديته ليك، هديته ليك، نبغيك يا اللي عمري هديته ليك، عار عليك ما تخليني ما تخليك، بغيني نبغيك يا اللي عمري هديته ليك، بغيني نبغيك يا اللي عمري هديته ليك، والعار عليك ما تخليني ما نخليك، والعار عليك ما تخليني ما نخليك، وحدي فيك تنال عيوني شريك، وحدي فيك تنال عيوني شريك، وبغيني نبغيك يا حبيبي ونولي ليك، ويا سلام ويا سلام، يا سلام ويا سلام، ويا سلام ويا سلام، ويا الحباب ويا سلام، يا سلام ويا سلام، على جمهور ويا سلام، يا سلام ويا سلام، جمهور تسيم ويا سلام، يا سلام ويا سلام، المغاربة ويا سلام، يا سلام ويا سلام، جالية المغربية يا سلام، يا سلام ويا سلام، ولا إني ليلة ليلة شحال جميلة، ولا إني ليلة ليلة شحال جميلة، جمعت العائلة كلشي بوكوس يا سلام، كلشي بوكوس يا سلام، كلشي بوكوس يا ربي الله، يا ربي الله، يا ربي الله، ويا يا يا
بالنشاط اللي موالفين به كيخلق جو جميل في بلاطو نغنيوها مغربي. يلا يعطيك الصحه طاهر، تبارك الله عليك. سي محمود، الناس ديال مراكش تكلمنا عليهم قبيله، معروفين ب ب بالدعابه وبياك عشتي بزاف الناس ديال مراكش تعرفهم مزيان. نعم، اصدقاء ديالي كثار في مراكش، نعم، الناس ناس طيبين، ناس كرماء، ناس صحاب يعني اجتماعيين، صحاب المائده، فهمتيني، ضحوكيين، ناشطين. يقول لك اللي ما يبركك على مائده ويوريك فايده ارفقته زايده. الله، اتفق معاه، اتفق معاه. ياك طاهر، الميزان حاضر دائما، العظمه في النزاهه دائما، كيف الميزان ياك، كيف تنقولوا الميزان مخلوق معنا مع المراكشيين. صافي هادي، واسع مبروكه من الصباح حتى لدروكا. الله يعطيك الصحه. صابرينا، الميزان الرائج في الريف كنظن هو الرقاده، ضروري ما تيكون حاضر في الافراح وفي الاعراس. لابد لابد الرقاده تكون حاضره، ياك ما يمكنش يكون شي فرح ما فيهش. لا ما يمكنش. زبير، انا شدوني الهويش قبيله. وعلاش ما نتيش تشطح؟ حشمت حشمت والله، الا حشمت شويه اجي مع اوها ما كرهتش، كرجي عندك والله. ولكن شوف، سولتيني قبيله راه ما تخافش، حشمت تبارك الله صحيحه، ما عندكش مناش تخاف. لا لا سير، ما عرفش ما زد. انت دكالي؟ انا دكالي. ايوا، وشنو اللي معروف على كسكسو؟ هذا فيه الجوع. سبع خضاري. لا ويلي، لا هذه كاينه بصح، ولكن دكاله معروفه بزاف ديال الحويجات. حنا كنهضروا على الموسيقى وعلى الميزان، شنو اللي ديما حاضر في الاعراس والحفلات ديال العائله مثلا؟ اللي معروفين زعما، اللي معروفين اون جينيرال زعما، معروفين بالعونيات وداك الشيء. العونيات. العونيات. ضروري. ضروري. كتشطح انت؟ لا لا لا، كنحشم. انا في اي عرس كنمشي ليه، واخا زعما ما كنكونش عارف العائله، اما كندير البوز في ذاك العرس. كاع دوك المراوات كيبداو يقول لي تبارك الله عليك اولدي، كنقول لهم شكرا انا خالتي. لا شوها نقول لك زعما. زعما والله ما نعرضوش عليك وصافي. لا لا عرضوا عليا قال لك ان شاء الله. صابرينا، معاك غادي نتوقفوا مع وحده من الاغاني الجميله اللي عزيزه على قلبي بزاف، بعدا نقول لك، حيت بنتي فاش كانت صغيره كنا غالبا ما كنقدروش نعسوها وما كتنعس الا على هذه الاغنيه، أبا بينوبه ديال ايدير. غنسمعها بصوتك الان صابرينا تحت صفيقتكم. Hey, hey, hey.
بينوبا واحدة من أجمل أغاني الفنان القبيلي الراحل إدير. برافو عليك صابرينا، تبارك الله عليك. سي محمود، كاين بعض الأغاني بساطها ولا البساطة ديالها هي اللي كتخليها توصل لقلوب الناس. إيه، هذه كتسمى السهل الممتنع. ياك كتعمل شي جملة بسيطة جدا جدا ولكن كتكون فيها واحد التيمة اللي كتدخل القلوب وتتستمر صافي وكتخليها توصل. وشنو هي يعني الفنان فاش يوصل لواحد الحاله من الابداع، ولا من شنو اللي كيخلي الفنان يخلق بحال هاد الحويجات ولا يقدر يبدع بهذه الطريقه؟ يا سبحان الله، هذه القضيه ما معروفاش، هذه قضيه عطاء الله. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى، لانه كتكون جالس شي مره كتنزل عليك شي حاجه هكذاك، غير اما كتابه ديال اصحاب الكلمات اللي كيكتبوا، واما موسيقى واما هذا، يعني سبحان الله. وفي هذه الكنيسه ما حضرت معك حتى شي حاجه؟ كل شيء من عند الله. كل صح، كل من عند الله. صح، الحمد لله. طهور، الا بغينا نتكلموا على البساطه من طبيعه الحال، غادي نتكلموا على اغاني حميد الزاهر. الله ياك، لانه بسيطه عفويه ووصلت لقلوب الناس وعايشه معنا لدابا ومازال غادي تعيش. تماما، الابتسام وهير بالعويد ديالو، يعني داك شيء بسيط، دربوكا طريار عويد، كلمات زوينين، مواضيع زوينين، واغنيه تتنسيك اغنيه. صح، الله يرحمه ويجد عليه رحمه. الله يرحمه. صح، زبير، بان لي الالهام نازل. لا لا لا، عجبني هذا الشيء بزاف. زعما حيت عشتي مع الاغنيه حيت خاص صابرينا تعاود لك القصه ديال الاغنيه بعدا باش تعيشها مزيان. صابرينا، ممكن تعاود لزبير القصه ديالها بعجاله؟ الاغنيه كتهضر على البنت صغيره خايفة من واحد الوحش في الغابة، وهي كتعيط على باها كتقول له أبا أنا راه خفت من وحش الغابة، وهو كيشرح لها، والتتمة طبعا راه طويلة جدا. كاينة هاد البنية كتخاف من الوحش، والزبير كيخاف من حاجة أخرى ما تطيحش على بال أي واحد. صافي، نقدروا ندوزوا للأغنية الموالية إن شاء الله. لا ودابا شوف. لا والله دابا. لا لا، عافاك سي طاهر، الله يجازيك. واش ما نقولوش حتى الحاجه؟ لا نقولوها. واخا، الزبير عنده فوبيا من الكلاب ومن المشاش. حيت فايت عضني كلب في صغري. ياك، من تما صافي. لا، من تماك، واخا تشوف بحال هكا زعما تجي مشاح دائما، ما يمكنش. بصح نهرب، والله حتى نهرب. نبغي نشوف هذه القضيه شنو حالي. لا لا، انا كثار انا. واخا مشاهدينا، مازال مفاجات كثيره غادي تكتشفوها هذه الليله، خليكم معنا، راه مازال الحال. ومازال الحال هي الاغنيه اللي غنستمتعوها بها معك استاذ محمود الادريسي تحت صفيقتكم. جنزيد ومازال الحال، مازال الحال، ولا فات الحال عليدنا، علينا راحت البال، راحت البال
عاد صغر حلاليتنا حلاليتنا سؤال غير السؤال بضحكه بكلمه زينه 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 خلينا فاطمه يتقال فاطمه يتقال عام والله تسالينا تسالينا خلينا فاطمه يتقال باقي فاطمه يتقال عام والله تسالينا قول معايا مازال الحال مازال الحال وثبت الله يغدينا وثبت الله يغدينا قول معايا مازال الحال وثبت الله يغدينا الله يغدينا راحتي برا فين أبديت نغير من الساعة لازم توقف والوقت جميل 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 لازم توقف والوقت جميل دلالة. والعاشق روحه طماعة والعاشق روحه طماعة وقليبه ما يرضى بقليل انا بعد نسيت الساعة انا بعد نسيت الساعة وهم الناس والقلب والقيل وهم الناس والقلب والقيل ازوي عامل العمر محال غيرنا يفدي خلينا قول معايا ما زال الحال 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 قول معايا ما زال الحال ما زال الحال وثبت الله يهدينا وثبت الله يهدينا قول معايا ما زال الحال وثبت الله يهدينا الله يهدينا ما زال الحال أغنية جميلة للفنان محمود الإدريسي من كلمات علي الحداني ومن ألحان أحمد العلوي. شكرا لك استمتعنا بها مرة أخرى بصوتك. مازال الحال مازال الحال ومازال غادي نكتشفوا هاد الأغنية حويجات كثيرة هذه الليلة من الأغاني اللي سجلتهم في عام 1977 77 هاد الأغنية هذه مع الأستاذ أحمد العلوي. هذا يعني واحد الإنسان اللي هو حقيقة جال الفن ونعم الرجل نعم الفنان بحيث أنه قدم أعمال خالدة أعمال جميلة جدا. ويعني نهار الأول افتتح بهذه الأغنية هذه أول وحدة باش افتتح هي هذه واش نزيدو مازال الحال ومازال الحال بصح نيت مازال كيف قلت الليله طويله ومازال نكتشف حويجات كثيره. غادي نقدم لكم اللحظه واحد من المبدعين الشباب المغاربه لانه تبارك الله بلادنا ولاده من زمان ولحد الان مازالت تعطينا مبدعين في جميع المجالات موهوب في الرسم. غادي نخليكم تستقبلوا وبحراره محمد الشهاب.
الله 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 الله. عمل متقن وما شاء الله صورة ناطقة للفنان محمود الإدريسي. تبارك الله عليك محمد الشهب. تصفيقات حرة عليه مرة أخرى. الله يعطيك الصحة، عرقتي ونشفتيه ياك. هادشي كيطلب مجهودات كثيرة. أولا تكلمنا على هاد التقنية اللي استعملتي محمد. شكرا. بعد اول حاجه على الدعوه لهذا البرنامج، وسيتو ان فيها رائد من رواد الفن الاساسي محمود الادريسي والسي الفنان الكبير سي طاهر وصابرينا وزبير. مرحبا بك دارك محمد. التقنيه اول مره كنخدمها، بحيث انني يعني حاولت بحثت بزاف ولقيت هذه الطريقه هذه، وحاولت انني لاول مره غادي نرسمها. هذه اول مره غادي تستعمل هذه التقنيه؟ نعم اختي ابتسام. وكيف كان؟ تبارك. انا بعدا متشوقه نشوف المره الثانيه. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. كنتي حضرتي معنا في الليله سهرتنا من قبل، وكنتي استعملتي تقنيه مختلفه وتفوقتي فيها. تبارك الله عليك، هذه ما غتكونش اخر مره اكيد غنتلاقاو فيها. انا بغيت غير سي محمود الادريسي يعطينا كلمه. شنو رايك في محمد الشهب وفي الطابلو الجميل اللي ابدع يا فاسك؟ سلام، والله لا، هذا هو الابداع، الابداع الجميل، الابداع بكل معنى الكلمه، سيما وانه جميع الملامح كلها تبارك كلها موجوده. شيء كبير. تبارك الله على سيدي. شكرا. الله يحفظك. تبارك الله عليك محمد الشهب. مازال ان شاء الله قدمنا واحد لي طابلو لكم. اييه مرحبا، حنا ما كنرفضوش الهدايا في الليله سهرتنا. اللي جاو جاب كنقولوا له مرحبا. صوره اخرى وطابلو اخر للفنان محمود الادريسي. شكرا لك محمد الشهب. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، وشكرا على الهدايا اللي قدمتي لهذه الليله. شكرا. للاستاذ والفنان محمود الادريسي، يستاهل كل خير، وانت تستحق كل خير، ومسيره موفقه ليك محمد الشهب تحت تصفيقاتكم. ها هو الطابلو استاذ محمود. يا سلام. جيتي الليله سهرتنا وما غتمشيش بيديك خاويين. شكرا مره اخرى للفنان محمد الشهب. كيف جاكم زبير؟ انا حسيت بك تخلعتي واحد اللحظه فاش دار لي بومب، قلتي واش تقلق واش لا ما فهمت والو. انا اتظهرت لا زعما تبارك الله عليه، زعما الدنيا ما شاء الله والله زعما. صابرينا كيف جاك هذا الابداع؟ الصراحة عمل رائع جدا، وكنتمنى له التوفيق والمسيرة موفقة إن شاء الله. هادشي اللي كنتمناو له. سي طاهر عندك شي شوية مع الرسم أنت؟ شوية عندي شوية. شوية شبركة. تمام. إيوا كيف جاك دابا من رسام لرسام كيف جاك؟ تمام. أنا تنتنبأ لهذا الشاب أنه في هذا السن هذا وكاين هذا العطاء. بصح يعني كاين حتى الرغبه في انه يزيد القدام، لانه تبارك الله هي تقنيه جديده عليه. تمام. هو تبارك الله متمكن في الرسم ومتمكن من تقنيات مختلفه، ولكن هي تقنيه جديده وتوفق فيها، والاول مره كيقدمها للجمهور. نتمنى له ان شاء الله التوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوفوه في اعمال كثيره باذن الله. ان شاء الله اكيد اللي عنده الموهبه وكيسقلها بالخدمه كيوصل. بلادنا تبارك الله عامره بالشباب المبدع اللي باغي يعطي وباغي يعطي لهاد البلاد. سي محمود شنو رايك نهديو لهاد الشباب اللي كيسمعنا؟ عيش يا بلادي. الله. نعم. يلا جميع نغنيوها. ما تعرف قيام أرض تغني زاهية مفروشة. سلام سلام يا سلام. عيشي عيشي يا بلادي عايشين.
الله 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 يعطيكم الصحة. هذه شنقولوا لحظة قوية عشناها مع بعض وحنا كنغنيو على بلادنا وكنستمتعوا بهذه الكلمات الجميلة. زبير انت عشتي لحظة تاريخية. انا زعما انا كنت خايفة غير الميكرو ديالك يكون مطلق. ما خدمتوش الميكرو والله الا كيسحب لي صوتي. كان كيغني من كل القلب. لا لا كان مطلق غير شاده فيك شي شويه. استاذ محمود انا عارفه هذه الاغنيه عندها معزه خاصه في قلبك. نعم هذه الاغنيه هذه من كلمات الاستاذ المرحوم علي الحداني ومن الحان الاستاذ الكبير والملحن الكبير المبدع الرائع الله يشافيه سي محمد بن عبد السلام. الله يشافيه. وتسجلات في سنة 73. يا سلام. بمناسبة عيد الشباب. وكان جات على غفلة نقدروا نقولوا. هذه جات إلهام. هذه جات على غفلة العمر ديالها باش تلحنات ساعتين كانت مكمولة ومرناها مع الجوق الوطني. وفاش مشيتوا عند الراحل علي الحداني الكلمات كانت مازال ما كاملاش. ما كاملاش. والسي محمد حنا مشينا عنده قلنا له الله يخليك واش عندك شي اغنيه ديال المناسبه؟ قال لك عندي واحد الاغنيه ما كملتهاش. قال لي السي محمد اعطيها لينا ما كاملاش. لان علاش؟ حيت ما كانش عندنا الوقت. ما كانش الوقت. الوقت يعني عندنا خصنا هذيك. قال لي غتمشيو تمرنوا مع الجوق. غنمشيو نمرنوا مع الجوق في نفس النهار. اذا هو جابها لينا مع الساعه 4 والسي محمد عمل يده فيها تبارك الله. لان هذاك الرجل كان اي حاجه كان مبروك وفي يديه البركه كما كيقولوا. والحاجه اللي كتجي من القلب كتوصل للقلب وتبارك الله ربي كييسر فيها. طهور نديروا معاك شي وقيفه اخرى شعبيه تحت تصفيقات الجمهور. طهور وانا نلعب الله والنبي سيدي I'm
شعبية فعلا تركة. كنتمنى أنكم حتى أنتم في ديوركم تكونوا مستمتعين بهذه الأجواء. الله يعطيك الصحة طهور، تبارك الله عليك. شكرا لك سي محمود. غالبا في المجال الفني مع الحفلات والأصفار كيوقعوا شي حويجات ما تتكونش على البال. أنا بغيتك تعاود لي كيفاش من حفلة كنتي غادي لواحد الحفلة صدقتي غادي لشي حاجة أخرى. شنو طرا؟ هذه كانت وقعت لي هذه في السبعينات، في 78 جاء عندي واحد الملحين، جاء عندي قال لي يا خويا، وكان هذاك النهار اللي غادي يبغيني فيه هو يوم السبت، قال لي يا خويا راه بغيتك تحمر لي وجهي، واحد الصديق ديالي راجل طيب وكذا وكذا، ودابا بغيتك تمشي لعنده العرس ديالو كهديه، ما تخلص ما والو، ما تاخذ لا فلوس لا والو. انا جاتني في شي شكل، انا قلت هذا الراجل كيقول لي هذه الهضره هذه. جاتك غريبة؟ جاتك شي حاجة غريبة؟ لا جاتني غريبة. أنا درت له خاطره قلت ليه واخا حصل،
جاء الموعد فاش غادي نجيو للدار البيضاء حنا ديك الساعه في الرباط. جا هو والصديق ديالو عنده طوموبيله واحد الصديق ديالو. المهم وصلنا بقينا كنقلبوا على المحل ديال الحفله. وصلنا لواحد الحي فيه الفيلات وهذيك الفيلا بانت لينا طوموبيلات واقفين وكذا فيها العرس وفيها العرس كنسمعوا العرس وداكشي. هو غير جا السلام عليكم واش هذا العرس ديال سي حميد؟ اها قالوا له ياه مرحبا وهذا العرس ديال سي حميد. ايوا الحصول قال لي تفضل تفضل دخل معايا مسكين الى اخره. المهم سول على سي حميد قال لي سي حميد باقي ما جا راه غادي يجي. هو قال لي شوف الله يخليك انا راه عندي واحد الشغل وداكشي غادي نمشي حتى انا معروض عند شي ناس تكلف عند سي حميد. صافي انت جالس عند سي حميد. المهم بقيت جالس هكا شويه الناس كيشوفوني كيجيو يسلموا اهلا فلان لاباس عليك بخير كلشي سيدي تبارك الله عليك شكرا اخي سبحان الله اللي جيتي عندنا وكذا. وانا جالس مع راسي ناشط فرحان ما يجي سي حميد. فعلا جا سي حميد دا جا العريس. اييه سي حميد جلس. قلت انا راه مع العروسه وداكشي ما غادي سميتو. المهم وما يجيوش ناس. قالوا لي راه سي حميد عزيزه عليه واش نزيدو مازال الحال ديك الساعه خرجت وعزيزه عليه واه ليا ترى يعود والله يخليك هذه مفاجاه طيبه وداكشي غدير لنا حتى المشحات. الجوق كان واحد الجوق ممتاز الى اخره. نط كنقول لهم حافظين هادو كيقول لك حافظين. غنيت معهم هاد الاغاني وعاود زدت غنيت عبد الوهاب. المهم درتي اللي عليك اللي وديتي اللي عليك المهم دابا انا خصني نحمر وجهي يا صاحبي صاحبك ياك يا صاحبي. ساليت. المهم جيت سلمت على العريس. انا تنقول له داك العريس كنقول له سي حميد مبارك بسعود راه السي فلان كيبلغ لك السلام وداكشي. قال لي شكرا شكرا ما سلم عليه المهم سالت سميتو هما يعيطوا عليا مساكن هذوك الناس طيبين بزاف. عطوني واحد الشيك فيه ديك الساعه 10000 درهم. يا سلام في 78 انا كنت خدام فابور. المهم جيت رجعنا نهار اثنين تلاقينا قلت له السي حميد الله يعمر هذا. قلت له السي حميد والله الا هذا. قال لي اش من السي حميد راه عيط لي عرفتي كيقول لك سميتو محشومه عليكم ما جيتوش عندي. انا قلت له ماشي هذيك الدار ديال السي حميد. ايوا كل حميد وزهره كل حميد رزقه هادشي اللي كاين. طاهر فايت وقعت لك شي حويجه بحال هذي كنتي غادي العرس تصدقتي العرس اخر؟ هو ذكرني سي محمود بهذه القضيه هذه. هو بصراحه انا وقعنا بزاف راه ما نقول لك. انا واحد المره خدمت في مراكش وساليت وعندي واحد الحفله في الدار البيضاء مع 12 النهار غدا اسبوع لا غد ليه يعني ساليتي العرس ساليت العرس مع 4 الصباح ولا مع 4 الصباح ساليت وال 12 خصها تلقاني في الدار البيضاء. قلت بلا ما ندي الطوموبيله ديالي ناخذ التران نمشي في حالتي متكي شويه وداك الشيء مرتاح 10 توصل على خاطرك 10 غادي كنت ما ندخل المحل ديالي انا عندي في الدار البيضاء ونرتاح وندخل نخدم راسي. نعست بقيت هكا غادي شويه ودير دير الريفي في التليفون وحاطه في باش مع راسي في البريمير كلاس ما كاين اللي يصدعك ولا والو غادي مع راسي. بقيت فايق شويه تتبان لي السبعه تتبان لي الثمانيه قلت قريب الحلقه ما بقى والو شي سويعات ما كانوا هاني في الدار البيضاء. مشات بيا عينات تلقى الوحده النهار نفس الله 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 الله. مشى الغدا عرفتي تنسمع تران داك اللي قدم قال لك حنا دابا داخلين مع مدينه فاس تيسحبني انا تنحلم ياك صافي تنقول واش انا تنحلم ولا فاس اللي عطى الله عطى هادشي اللي كاين. يلا غادي نديرو وقيفه معاك صابرينا غادي تأدي لنا واحد الاغنيه ريفيه ومن بعد نرجعو نكملو حديثنا معاك ومع الزبير. يلا تحت تصفيقاتكم صابرينا. I'm
الأغنية الريفية حاضرة معنا في هذه الحلقة من الليلة سهرتنا. الله يعطيك الصحة صابرينا، تبارك الله عليك. رائع رائع. زبير، كنا كنتكلموا قبيلة على الطرائف، أنت حياتك مواقف وطرائف ياك، ولكن بغيت نفكرك في واحد الحويجة عشتيها مؤخرا، واحد الموقف عشتيه مؤخرا وأثر فيك بزاف. عاودوا الناس اللي كنا والناس اللي معنا. كنا كنصوروا واحد سيتكم، كان معنا محمد الجم، الحاج محمد الجم، وكان معنا عبد الصمد مفتاح الخير، كانوا بزاف زعما ديال نخبه من النجوم اللي كنسلموا عليهم كاملين صح. من هذا المنبر اللي واحد اللقطه، انا وعبد الصمد مفتاح الخير كنلعبوا بزاف ديال اللسان عندي انا وياه، وشويه كنحس بيه كيشوف فيه وكيبقى يسها. واحد النهار كنا لاعبين انا وياه واحد لازين، شويه حسيت بيه بحال كيبكي، شازو قلت لي عبد الصمد شنو كاين؟ قال لي شباتي لي بعز العلاوي الله يرحمه. خطرات ما كنت كن ملاته ملعب تنوع عبد الصمد، هو ملعب معاه بزاف، هو قال لي شباتي لي بيه الله يرحمه، وتا الحاج محمد الجمت هو كان له ماركه عليا بزاف، قال لي نفس الكاركتر ديالو الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. بصح كاينين اشخاص اللي كنتلاقاهم يعني في المجال المدمنة، في المجال الفني، كنتكلموا في المجال الفني، كانت كتلاقينا بهم الظروف وتنخدموا معاهم ولا لا، وكيبقاو يعني تيخلي واحد البصمه جميله كنجدوا عليه الرحمات. وانا بغيت نفكرك سي محمود الادريسي، قبيله وانت كتكلم في حديثك قلتي ذكرتي واحد الاسم، اسم واحد الفنان مغربي كبير عزيز علينا، هو ملحن مقتدر، انت قلتي فيه كلمه زوينه وحتى هو عنده ما يقول لك. معنا على الخط مولاي احمد العلوي، مساء النور. مساء الخير، تحيه لكم وتحيه للطاقم اللي معك يرافقك، وتحيه للجمهور، وتحية للأخي محمود إدريسي. مساء النور مولاي أحمد، مرحبا بك معنا. قبيلة سي محمود الإدريسي هو تيتكلم جبدك وجبدك بالخير، وتفكر يعني ولو شوية من داك الشيء اللي عشتوه مع بعض. سي محمود الإدريسي، شنو تبغي تقول مولاي أحمد؟ هذا الرجل كان بغي نقول فيه واحد الكلمة، واحد الشهادة، كما هو غادي يقول فيها شهادة نقول فيها أنا ياك. نسبق لأنه هذا الرجل هذا من أعز الناس عندي،
أولا. ثانيا هو رجل ديال الكلمة، رجل ديال المواقف، رجل اللي حقيقة كيخدم ليل نهار، وكنقولها هنا لصالح الفنان المغربي. أنا عاشرته يعني سنين طويلة، وخصوصا الآن هو نقيب يعني، وأنا تنا أمين عام ديال النقابة وكنجمعوا بجوج. هذه صدقه قويه. دابا انت سبقتيه في الشهاده، ومولاي احمد هو اللي بغى يقول فيك كلمه زوينه، انت سبقتيه استاذ محمود. بغيت نقول فيه غير باختصار، هذا الرجل كيخدم لصالح الفنان المغربي، لانه كيدافع على الفنان المغربي بواحد القوه. واشتغلت معاه انا كثير، لان بيناتنا الصدقه وبيناتنا المحبه وبيناتنا كذلك الاتفاق. هذا كلام جميل كتسمعوا مولاي احمد، ياك مولاي احمد انت اتصلتي بنا باش تعمل مفاجاه لسي محمود الادريسي وتقول فيه كلمه زوينه، ما غيخليلكش الوقت فين تقولها حيت بقوه المعزه والمحبه. اولا تقولوا الضر من معدنه، وانا كنشكركم على هذه المبادره الطيبه اللي في حق هذا الانسان الطيب، ولا اللي كتجمعني معاه واحد العلاقه اللي هي ماشي قصيره، انه من نهايه ستينيات القرن الماضي وحنا اخوه، وحنا كتجمعنا ليس فقط الاخوه والصداقه، بل جمعتنا اعمال فنيه اللي عطات الصدى ديالها. وانا اعتقد ان الفنان محمود الادريسي كيف اراه من يعني من الاصوات النادره في العالم العربي، وأراه من يعني المناضلين، وأراه من المبدعين والخلاقين، وأراه منه الفنان اللي كيعطي المثال للأخلاق، للتواضع، للمهنية المطلقة، ولنكران الذات. أعتقد أن الفنان محمود الإدريسي من القلة ديال الفنانين الان اللي غادي نكلينا نقولوا ان هذا فنان مكتمل. فنان محمود الادريسي فنان مكتمل باخلاقه، بعطائه، بتواضعه، بخدماته الانسانيه كذلك اللي كيعملها داخل المنظمه ديالو. لان لما كيكون الانسان عنده الجانب الفني ديالو ويشتغل به وكذا، وكيكون عنده الجانب النضالي، فبعض الاحيان الجانب النضالي كياخذ الوقت اكثر من انك تشتغل في الجانب في العمل. ولكن هذه شهاده جميله جميله في حق ضيفنا الاستاذ محمود الادريسي. حاجه اخرى اللي يمكن لي نقول هو فتح. انه الان كنقول ان محمود الادريسي قدوه كبيره للشباب، انهم يستفدوا من الخبره ديالو في المجال ديالو، إن كان على مستوى الأداء فهو مدرسة في الأداء، مدرسة في الطرب، مدرسة في الغناء، في الأخلاق، مدرسة في المواصفات التي يمكن لها تكون تتجلى في مبدع خلاق مؤدب يعني وطني. من طبيعة الحال وحنا فخورين جدا فخورين جدا باستقباله هذه الليلة. يعني استمتعنا معاه بمجموعة من الأعمال ومازال غادي نستمتعوا معاه. شكرا لك على هذه الشهادة الجميلة مولاي احمد العلوي. فعلا كنلمسوا فيها الصداقة والأخوة والمحبة والمعزة اللي بيناتكم، الله يدومها محبة. شكرا لك محمد مولاي احمد العلوي عفوا على مرورك معنا في الليلة سهرتنا. أستاذ محمود الإدريسي، وحده من اجمل الالحان اللي لحن لك مولاي احمد العلوي هي وهل ترى يعود، غادي نسمعوها اكيد في نهايه السهره، ولكن اللحظه غادي تهديه واحد الاغنيه اخرى نعشق الشمائل. يلا تحت تصفيقاتكم محمود الادريسي.
عاشق للشمائل وشكل المشاكل عاشق للشمائل وشكل المشاكل ولا نبعت رسائل من دمعي السائل ونبعت رسائل من دمعي السائل وفيهم مسائل واهتمام وفيهم مسائل عشق الشمائل بصوت محمود الإدريسي. الله يعطيك الصحة، لحظات متعة جميلة كنعيشوها هاد الليلة، وكنتمناو أنكم تكونوا مستمتعين معنا. نخرجوا شي شوية على الفن. أنا بغيت نعرف كل واحد فيكم يعني في أوقات الفراغ والراحة شنو تيعجبو يدير. صابرينا مثلا، شنو عزيز عليك؟ أنا مني كنكون خارج العمل كيعجبني نجلس في الدار نرتاح طيب شهيوات على داكش. عتي قلتي نطيب شهيوات، زبير كان داير الجهه الاخرى. شهيوات ما نقولكش طباخه ولكن المهم تتحاول. المهم كنطيب. كدير شي بركه وصافي. المجهود لابد لابد، يعني عزيز عليك تكون في الدار مرتاحه لابد. مني ما كيكونش عندي الخدمه ولا شهيوات ديال الناظور مثلا. احنا في الريف معروفين بالحوت. الحوت حوت يا اما في الطاجين او الحوت مشوي او الحوت مقلي، يعني حنا في الريف معروفين الله. بالحوت. تحيه للناس الريف اولا. واش دريوسكم راه الصيف الجاي الزبير واقيلا ناوي يجي؟ لا غادي نجي يدوز العطله تما. لا غادي نجي ان شاء الله. انا عمرني مشيت ليها، عمرني مشيت للريف وكيعجبني بزاف. لا
دابخي مثلا لي ستوري اللي كنشوف عند الدراري صحابي كتشوف الناس اللي مشاو شنو واعره ديك واعره ديك البلايص كاملين زعما المنطقه كلها جميله بزاف وكل مدينه وبلاصه فيها عندها خصوصياتها الحسيمه بوحدها نادر بوحدها تحيه للناس هاد المدن كلها طهور خارج العمل شنو عزيز عليك تدير هو انا بحكم العمل ديالي كطيب شي طنجيه ولا والو شويه طبعا كاين شي بركه انا بالحكم ديال العمل ديالي تنعمل بزاف في الاعراس يعني الاعراس من الطبيعه ديالهم تقريبا من 8 د الليل ل 5 د الصباح جمعه السبت احد يعني تنحاول في الايام الاخرى بحال الاثنين بحال الثلاثه داكشي تنحاول ناخذ ما اكثر من الراحه يعني في البيت ديالي نقدر نقعد النهار كله ما نخرج نقدر نجلس كتشارجي الباتري باش تقدر تعاود بالضبط بالضبط تكمل مره عاوتاني شويه التلفازه شويه الكره باش تعاود تهرس داك الراتب جبتي الكره جبتي واحد السيد تماما انا كوير عاشق لكره القدم فكرتيني بواحد الموضوع بغيت نتكلم فيه مع الزبير سي زوبير نطاقا كريستيانو رونالدو مؤخرا ما فهمناش علاش من حقي من حقك كيفاش سر لينا وما جاوبني زعما لحد الساعه مازال ما وصلوش الميساج طاقي ميسي غيجاوب شنو قصتك مع الكره زوبير عاود الناس لا انا من صغري وانا كواري زعما من صغري فاش كنت شويه رقيق كنت زعما كنت بحالك ضروري تحدد لا كنت شويه كنت كواري كنت كواري بزاف ودابا واش مازال تتلعب الكره لا دابا مازال كنلعب كره دابا مازال كنلعب كره وصدمت الناس بزاف ديال لي فيديو بحال واحد لا فيديو كنت ضربت سيزو تبارطاجات تقريبا في بزاف ديال اللعابه في العالم داروا لها جيم بزاف بحال دي ماريا ريفالدو بزاف ديال اللعابه كانوا داروا لها جيم تلحش واحد لاباج يا سلام ماشي 40 مليون ابوني ولا شنو انت تقول كيفاش كريستيانو مازال ما شافهاش ما عملنيش يا سلام على التواضع يا سلام باش فايتني كريستيانو انا وديت استاذ محمود وانت كاين شي رياضه كاين شي حويجه كتعجبك ديرها الرياضه كانت عندي قبل ملي كنت مازال صغير كنعمل رياضه الى غايه مثلا 55 سنه الى اخره راك مازال دابا انا الان في 72 تبارك الله 72 سنه الطبيب تيقول لك الانسان ما حدو كيكبر ما حدو خصو يتكيف يعمل المشي بصح المشي احسن فأي حاجة بغيت نقضيها كتلقاني غادي على رجلي كنتمشى مزيان هذا هو تبارك الله عليك كاينة واحد الرياضة واحدة أخرى نقدروا نديروها هي أننا ننشطوا مع طهور تا هي زوينة يلا تحت تصفيقاتكم طهور مرة أخرى ¡Gracias!
عشتي يا وانا احبر حضري يوم عطاهم عشتي يا سيدي محمود حضري يوم عطاهم عشتي واللي لا اللي لا نشطي يوم عطاهم عشتي يا وسيدي واللي بغى ينوض حي تبارك الله عليك ونحييو الزبير. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا فن زوين. ما كانش على البال. لا لا لا، انا يقول لي في الغناء ديال طاهور شنو اللي صافي خلاك وصلتي هذيك ما قدرتش جلست شمت ولكن ما قدرتيش تصبر. انا ما عرفتش علاش جاتني هذه الاغنيه فال ليك انت. لاش تمشي تخطبها؟ لا اشكو لا 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 صبروا. لا وبنتي ليا ناشط تبارك الله هو والا والشياكه وداك الشيء كله. لا والله لا تخيلتك عريسه الزبير. متفقين معايا؟ لا 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 وانا ندير العماريه. يلا. لا دابا شنو دابا دابا قلنا غير سمع سميتها ما كاينش نمشيو نخطبوا. لا لا ما كاينش، علاش مازال صغير في اخبارك؟ مازال صغير والله الا مازال صغير. ألفين يا ويا لا ويا لا لا الزبير في العمارية ويا لا لا ألفين يا ويا لا لا الزبير في العمارية ويحفظوا لنا. شفتي وشنو؟ هانت شكون بحالك؟ طاهور غيدير لك الدورة وتمشي تدوز إن شاء الله العطلة، ماشي العطلة، شهر العسل. راك لقيتي لا ديستيناسيون في الريف ان شاء الله. اختار الحسيمه الناظور، ديك الدنيا كلها زينه تبارك الله. يا سلام. لا لا ماشي دابا عندنا نجيب العروسه واجي. لا شو شو لا بالزر باش نعاودوا لك العرس الريفي، نديروا لك عرس ريفي. انا راه هروي ماشي دابا. ماشي دابا ماشي دابا اسيدي، نهار يكتب غير علمنا هذا الشيء اللي كاين. نهار ندير عقلي زعما ونحس براسي زعما مستعد نتزوج ان شاء الله. شوف تفكرت واحد المثل شعبي، ما عرفتش واش عندكم شي شويه مع الامثله الشعبيه. طاهور انا عارفك تبارك الله في هذا ضليع في هذا المجال ولا في هذا الموضوع. الا عطاك العاطي حيت نهار غيجي الخير راه غيجي ياك. الا عطاك العاطي شكون اللي عارف هذا المثل؟ لا تحرط لا تواطي. لا تحرط لا تواطي، يعني الواحد منين يعطيه الرزق مكتوب على كل واحد، كل واحد وراه كيعطيه ربي حقه. والا جاك ان شاء الله خير كثير راه ما تبقاش كاع تعذب راسك ان شاء الله يا رب. خذ نفسك بقى ونسمعوا لصابرينا. يلا تحت فيقاتكم صابرينا. يا
صابرينا أغنية وإطلالة رائعة، الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك، وشكرا على حضورك معنا هذه الليلة. أستاذ محمود الإدريسي، كنا سعداء جدا باستقبالك هذه الليلة وفرحانين بشوفتك وبزيارتك لنا وبهذا السويعة المباركة المسعودة اللي دوزنا. شكرا لك، شكرا لك طهور أيضا، شكرا لك زبير هلال على حضورك معنا، شكرا لمحمد الشهاب اللي كان معنا أيضا، شكرا للفنان القدير مولاي حمد العلوي اللي كان معنا عبر الهاتف، شكرا لكم مشاهدينا على تتبع هذا السهرة. وصلنا للنهاية، ما سخيناش بكم ولكن هذا الشيء اللي عطى الله، غنعاود نتلاقاو قريب إن شاء الله. غنحيي الجمهور اللي كان حاضر معنا داخل البلاتو، وأكيد الفرقة الموسيقية برئاسة الأستاذ نوفل الفاروقي، الله يعطيكم الصحة وتحية كبيرة وشكر كبير الفريق عمل الليلة سهرتنا. غادي نتلاقاو قريب إن شاء الله، لكن قبل غادي نختموا هذه الحلقة بأغنية جميلة لك محمود الإدريسي، وهل ترى يعود؟ تفضل محمود الإدريسي، تلاقاو قريب. السلام عليكم. غرد على الأغصان كيف كانت يا مزمان، يرجع لي لغنى يعود مجدي، نرفع كتاب نرفع كتاب ومعاه نغني الأحباب عدب الألحان، ما زلت نراجي ولا يأست نعرف قلبه صافي، ما زلت نراجي ولا يأست نعرف قلبه صافي، لا بدي يولي العشنا نسينا الاحزان، أصبرت وصبرت أصبرت وصبرت أصبرت وصبرت، درت صبر كبيرة لحزاني، دارت الغصة ولعتي من نار الأشواق ناري، من نار الأشواق ناري، من نار الأشواق، هيا مني صبري ولحني للحيرة ورماني، هيا مني صبري ولحني للحيرة ورماني، خلاني للضياع أيمان يحرقني الفراق، خلاني للضياع أيمان يحرقني الفراق، يا مني صبري وزلني للحيرة ورماني، يا مني صبري وزلني للحيرة ورماني، خلاني للضياع أيمان يحرقني الفراق، خلاني للضياع أيمان يحرقني الفراق، وهل يا ترى يعود يا ترى يعود يا ترى يعود يعود
طيري لنعش الدافي عوم يا نار يا عوم طيري لنعش الدافي غيب عن مرسال بكاتي يا مزمة يرجع لي لنا يعود مش دي نرفع